يعطيكم العافية، معكم المهندس حاتم قبيسي من مجموعة الطلاب الدولية لعلوم الحاسوب مادة سي بلس بلس. إيش الدرس الماضي أخذنا مدخل للبرمجة، حكينا شوي عن سي بلس بلس. اليوم حنكتب أول برنامج على محرر الأكواد الكود بلوكس اللي عندنا. نفتحه، تمام. أنا المرة الماضية عملت بروجكت، هلا راح نفتحه. هذا هو جدا. رح نستنى رمضان، رح أبعثه. تمام، شكله ما من رمضان حنبلش. إذن يا شباب، هذا الكود بسيط بلغة سي بلس بلس، راح نشرحه سطر سطر ونقول شو بيساوي. أول شي خلينا نشغله نتأكد إنه الكمبايلر عندنا شغال. تمام شغال، ولما حنشغله حيفتح على الشكل التالي. حيطبع لي كلمة هالو وورد اللي أنا كاتبه هون، عم بيقول لي process return 0، 0 ضرب 0 يعني أنت ما عندك أخطاء بالكود، رجع لك 0 أخطاء. extension time هو 0.كذا سكند، جزء من الثانية، يعني هو صمم هالبرنامج بجزء من الثانية. press any key to continue يعني اضغط أي زر مشان نحن خلصنا البرنامج تبعنا. هلا راح نشرحه كله بالثواني برجع لك.
ألو أستاذ، ألو، بعتذر يا شباب، أنا عندي بس أمر طارئ. رمضان جيت؟ موجود استاذ، تمام، شغل الكود بلوكس. شغلته تمام، الكود هاد كاتبه، كتبته ايه عملت له رن، بدك تعمل له رن من هون، بدك بعمل تعطيه رن يفتح لك الشاشة هاي. تمام هيك أمور تمام عندك؟ ولا أعطاك خطأ؟ اشتغل تمام. تمام، ممتاز كتير. تمام، معناتها خلينا نشرح يا شباب هالكود البسيط اللي نحن كتبناه بالسي بلس بلس. الكود 5 أسطر، لا أكثر ولا أقل. السطر الأول اللي هو include iostream، هذا السطر هو بينكتب بالسي بلس بلس بكل البرامج اللي أنت عم تعملها. هذا السطر معناته إنه أنا بدي أتضمن مكتبة الايوستريم، مكتبة الايوستريم اللي هي فيها كل الفانكشن تبع السي بلس بلس. طبعا في غير مكاتب الاي ستريم كتير مكاتب، في مكتبة الماس، مكتبة سترينج، مكتبة الجيو، في كتير مكاتب. هاي حصرا حتكون موجودة، شو ما استدعيت مكتبات تانية هاي حصرا لازم تكون موجودة. فهي مثل اسمك، كل ما تبلش برنامج سي بلس بلس اول شيء انكلود اي ستريم، تكتب بهالطريقة تماما، يعني هاشتاج انكلود، وهون حتحط هالاقواس هاي، تكتب اي ستريم. السطر الثاني اللي هو يوزينج نيم سبيس اس تي دي، هذا السطر معناته
انه انا بدي تسمح لي، انت يا الكومبايلر انت بدي اياك تسمح لي انه انا اعطي اسماء للاوبجكت والفيرابل موجودات عندي بالبرنامج. كمان هذا السطر بدك تستخدمه مثل اسمك بدك تكتبه. هاي الشغلات هدول اثنين اساسيات بكل برامج السي بلس بلس، وهاد شرحهم بشكل مبسط لا اكثر ولا اقل، يعني ما مضطر تعرف عنهم اي شيء تاني اكثر من هيك. بعدين جينا حطينا انت مين اللي هو هاد، شايفين جنبه شرط زائد ناقص، انا عم سكره وبفتحه. هاد على الشكل التالي، هاد هيك شكله. هذا الشكل يا شباب، الأقواس هاي البراكت هاي بعدين الأقواس هاي بعدها، هذا بيعني إنه هذا اسمه function. رح نحكي كتير عن function لقدام وعن الكلاسات وهي القصص، هلا عم نشرح لكم كبرنامج ابتدائي. هذا اسمه function بكل لغات البرمجة، بس شفت قوسين هدول اللي هن قوسين الانبوت وهي قوسين الاوتبوت الخارج تبع الفانكشن، فمعناته هذا اسمه فانكشن بكل لغات البرمجة بنفس الطريقة يكتب. طيب ليش أنا حاطه لهذا هون؟ ليش ما حطيت هدولي السطرين فورا؟ لأني بالسي بلس بلس الكومبايلر أو البرنامج لما بيجي ليشتغل بده يدور على هذا فانكشن. يعني أنت يا مستخدم يا مبرمج ما بدك تقلي من وين بده يبلش برنامجي؟ فهمتوا علي؟ برنامجي من وين بده يبلش؟ بيجي البرنامج للكومبايلر بيبحث عن كلمة مين، عن الفانكشن اللي اسمه مين، بده يبحث عنه لحتى يبلش البرنامج من عنده. من بكرة مع الأيام رح نكتب وراه كتير شغلات ورح نكتب بعده كتير شغلات، بس هو البرنامج ببلش من عنده، شو ما كنت كاتب قبله ما حيبلش منه. طبعا ما عدا هدول، لأني هدول ضمن هون. هدول كيف ضمن هون؟ هلا بنحكي بالسطر اللي بعده. انا جيت هون استخدمت تعليمه اسمه سي اوت. لاحظوا لما قربت الماوس عليا كتب لي او ستريم اس تي دي سي اوت، يعني هاي سي اوت جابه من مكتبه الاو ستريم اللي انا مستدعيها فوق، وعمل لها اس تي دي مشان انا احسن اعدل عليها. انا هلا ماني معدل عليها، انا مستدعيها مثل ما هي سي اوت، ماني مسميها او مغير لها اسمها ولا راح نضطر ان نعدل عليها. بعدين حطيت له هدول القوسين، حطيت له هلو وورد. هدول القوسين متجهين باتجاه السي اوت، معناتها هالشي اللي بعده هو خرج على الشاشة، راح يطلع على الشاشة يعني output. اللي عكسه اللي هي سي ان، سي ان اقواسها حتكون بشكل هاد. سي ان يعني المستخدم بده يدخل بالبرنامج، سي اوت يعني البرنامج بده يطالع له للمستخدم. هدول الشرح تبعهم بالشكل التالي. كيف يعني؟ حنعرف بعدين كيف يعني السي ان راح نستخدمه مليون مرة والسي اوت وكذا، حيصيروا مثل اسمكم. خلينا بس نمشي خطوة خطوة مشان ما نمل او نضيع او نخاف من المادة. ريتيرن صفر، هاي شو معناتها؟ هاي لاني كتير مهمة، اذا شلناها راح يعطينا خطأ. مثل هاي اذا شلناها راح يعطينا خطأ، مثل هاي اذا شلناها راح يعطينا خطأ. بس السي اوت هو شيء اختياري انا حطيته، انا عم بعمل برنامج ما شغلته بس هو يطبع لي على الشاشة كلمة هالكلمة هيك. الريتيرن صفر بالسي بلس بلس كل فانكشن بده يرجع شيء، الريتيرن هي ارجاع، يعني هالفانكشن عمل عملية معينة. حلو، ممكن هالعملية تتم ممكن ما تتم، يعني مع الأيام رح ناخذ عمليات ما بتصير لأن ما أنا محققة شروط أنا بدي إياها. فهل انت عم بيقول لي انه انت بدك ترجع شيء من الفانكشن؟ يعني انت ناو بدك ترجع شيء منه، بدك ترجع لي نص منه، بدك ترجع لي الصورة،
لا ترجع لي قيمة معينة. فأنا لا، ما بدي أرجع لك شيء، أنا كل ما هنالك هلا عم بطبع هالكلمة وتأكدت إنها انطبعت يعني 100%، لأني ما عندي هون إف شرطية، ما عندي حلقات، ما عندي أي شيء صعب، يعني ما عندي شروط. فأنت أكيد راح تطبع لي هالكلمة، فلازم أنا أحط له ريتيرن صفر. بالسي بلس بلس لازم حدد الريتيرن، العودة تبع الفانكشن، شو راح يرجع لي الفانكشن. باللغات الحديثة، لغات البرمجة الحديثة، إذا تركت الفانكشن من دون ريتيرن فهو لحاله راح يعرف إنه أنت ريتيرنك صفر، فما في داعي تكتبه. بينما بالسي بلس بلس هيك الوضع عندنا. حدا عنده سؤال يا شباب عن هالبرنامج؟ في شيء ما واضح يقولوا لي عليه؟ تمام استاذ، بس بدل ال int main موجود void main، مظبوط؟ هاي رح نحكي عليها بال قدام لما رح ناخد درس الفانكشن، رح نحكي عن الفويد والبرايفت وكيف شو الفرق بيناتهم وهالقصص هاي. تمام. بس انا هلا برنامجي بسيط جدا، كتبت له انت يعني عرفته كانتيجر انه انا عندي هذا الفانكشن رقمي بس كتابة وارقام، ما في اي فاليو تانية، يعني string و integer. هنحكي كمان على الـ variable ومتغيرات وأنواعها وهالقصص هاي. هلأ بدنا نحكي شوي، بما أنه نحن مبتدئين، بدنا نحكي عن شوية مصطلحات برمجية راح نستخدمها باللغات. المفروض أنا كاتبهم. هدول هنن. نحن كمبرمجين ما لازم أبدا، مثلا مرة هالمصطلحات هاي أو هالإشارات هاي وما نعرف اسمها، يعني أو نقولها بالعربي، أو كنا هنالك أنا قدامكم بقولها بالعربي عشان أنتوا لسه ما أخدين عليها مثل العادة. بس من يوم رايح الأفضل نقولها بالإنجليش لأني البرمجة كلها إنجليزي. راح نبلش بأول شيء، لما بنشوف نحن هل إشارة هاي اللي هي إشارة تعجب مقلوبة، هاي الإشارة عفوا إشارة تعجب نظامية، هل الإشارة هاي معناتها النفي؟ تمام، الإشارة هاي معناتها النفي، اسمها not بالبرمجة، اسمها not. الإشارة هاي اسمها أند اللي هي مثل معناها تماما. هاي الإشارة، هاي العلامة هاي، مع هي بالإنجليزي أند، إذا بتتذكر توم أند جيري موجودة بين اسمها أون، توم أند جيري، هاي معناتها أند. كمان راح ناخد لقدام لما راح ناخد نسيت اسمهم والله، لما راح نوصلهم بتذكر لكم اياهم، الاند والاور والنط راح ناخذهم. هاي الاشارة السالب اللي هي الطرح اسمها ماينس، مثل اسمها باللغة هيك اسمها بالبرمجة، اسمها ماينس. إشارة الجمع اسمها بلس، مثل السي بلس بلس اللي عم ناخدها نحن. هل نقط فوق بعضها اسمها كولون، هاي الفاصلة، عفوا النقط اللي فوق بعضها اسمها كولون، النقط الفاصلة المنقوطة اسمها سيمي كولون اللي نحن برنامجنا بينتهي فيها على طول، هي إذا ما حطيناها خطأ، هاي إذا ما حطيناها بيعطي البرنامج خطأ. لازم أنا بعد كل تعليمة أكتب سيمي كولون، هيك بالسي بلس بلس. بالبايثون ما في سيمي كولون مثلا، باقي اللغات في سيمي كولون، في لغات ما فيها السيمي كولون. بتقله للبرنامج انه انا خلصت هالسطر، انتقل على بعده. تمام، هي معناتها لهالإشارة هاي برمجيا.
الأقواس هذول اسمهم براكت، براكتس يعني أقواس بالإنجليزي، هذول اسمهم سكوير براكتس يعني الأقواس المربعة اللي هي زواياها مربعة. هدول الأقواس الهرالية اسمها براكس، كمان بيقولوا لها براكتس، ما فيها أي مشكلة. هدول اسمهم أنجل براكتس، الأقواس اللي إلى زوايا، أنجل زاوية، أنجل أنجل ملاك، أما أنجل جه زاوية. الإشارة هاي سينجل كوتيشن، سينجل كوتو أو كوتيشن، اللي مثلها تنتين دبل كوتيشن، مثل هاي بعدين نشرح لكم عليها. هاي معنى أساسا الكلمة، هاي كنا بعطي مثال عن الكوتيشن، السنجل كوتيشن والدبل كوتيشن. هاي اسمها هاشتاج أو داش، يا هاشتاج يا داش. هاي اسمها دولار ساين، إشارة الدولار، طبعا بتستخدم برمجيا كتير. هاي الإشارة اسمها بيرسنت ساين، يعني نسبة مئوية. وهي النقطة اسمها دوت أو بوينت، نقطة، هاي معناتها نقطة. هاي اسمها سلاش، السلاش في منه فورورد سلاش، في منه باك سلاش. هاي شكل الفورورد موجود عندكم بالكيبورد، هاي شكل البلاك باك عفوا. هاي الإشارة اسمها ايكوالز، هاي إشارة المساواة. وهي الأخيرة هي الكويستشن مارك، الكويستشن مارك إشارة التعجب أو السؤال. في عندكم يا شباب أي سؤال عن هدول؟ لأني هدول بدكم تحفظوهم صراحة، لأني مشان لما أنت عم تكتب أو عم تحكي لحدا برنامجك لازم تبين إنك أنت فهمان. استاذ الغالي، معلش على المقاطعه، انا اسف. ولا يهمك. حبيبي الله يسعدك. هل هذه النقاط بس سي بلس بلس ولا بجميع لغات البرمجه؟ هذه البيسك حقها. هاي كل لغات البرمجة موجودين، ممتاز، يعني الله يعطيك العافيه. تمام، هاي كل لغات البرمجة، هاي أساسا من أساسيات البرمجة إنك تعرف أسماء علامات هاي، لأنك راح تشوفها كتير. لازم تعرف نطقها بالإنجليزي، نطقها الصحيح، تمام. اللي بهمكم منهم أو نحن مثلا كمبتدئين بالبرمجة أو مو مبتدئين حتى كمتوسطين، اللي بهمك منهم الكولون والسيمي كولون، البرات، السنجل كوتيشن والدبل كوتيشن، والسلاش عشان أنت ما تخربط بيناتهم. سلاش بغض النظر بتحسن تقول فورورد سلاش، بتحسن تقول باك سلاش، هذا الشيء ما كثير مهم، لأن سلاش سلاش نفسه. بينما تعرف تفرق بين السنجل كوتيشن والدبل كوتيشن، طبعا ما ضروري تقول سنجل كوتيشن، تقول كوتيشن يعني حط لي فاصلة، دبل كوتيشن هي الفاصلتين، هي هدول اللي بين معترضتين بيقولوا لهم بالعربي. أما الكولون والسيمي كولون كمان لازم تحفظهم مثل اسمك، والبراكت ما في مشكلة، بتحسن تقول على كل أنواع الأقواس براكت. بتحب أنت تكون يعني مجد زيادة، احفظ اسم كل واحد منهم وقوله. فهدول ممكن تحفظون، هدول ما نون برنامج، هدول أساسيات، ونطقهم صحيح مشان تكون عم تنطقهم صح قدام العالم، أو لما عم تحكي لحدي، أو لا تكونوا بمقابلة، هالشي بفيدك كتير. تمام، هلا بدنا نحكي عن هدول. هدول مصطلحات وليست علامات لنشرحها،
مصطلحات برمجية بالبرمجة بشكل عام لازم إذا ذكرت قدامك أنت تعرف شو معناتها. أولا وأهم اللي هي algorithm، ما بعرف إذا أنتوا أخذين algorithm كطلاب جامعة أو شيء. أخذين ولا لا؟ أنا لسه ما فتت الجامعة، بس يعني بعرف اللوغاريتميات. حلو كتير، رح نحكي على الالجوريزم. يعني بدها دروس لحالها. هي سهلة وبسيطة جدا. الالجوريزم هي معناتها بالعربي الخوارزميات. خوارزميات يا شباب هي مجموعة من التعليمات أو القواعد اللي بتحل مشكلة محددة. ممكن تكون مشكلة بسيطة، ممكن تكون مشكلة معقدة. فأنت معنى الألغوريزم أنه أنت تعمل خطة حتى تكتب برنامج، تعمل خطة لحتى تحل مشكلة معينة، يعني ما تحلها بشكل عشوائي. تعمل عندك شو عندك مدخلات، شو عندك مخرجات، شو عندك عوائق، تعمل هالخوارزمية هاي بحيث يطلع حلك مثل ما أنت مصمم خوارزميتك. الـ API الـ API هي مجموعة من القواعد والبروتوكولات المصممة من شخص معين، وأنت بهمك إنه أنت تستخدمه بتطبيقك، بموقعك، بأي شيء أنت عم تبرمجه. الـ API يا شباب تقريبا ما في مبرمج ما بيستخدم API، اللي هو باختصار، يعني باختصار شديد، إذا أنت عملت تطبيق للطقس لمعرفة حالة الطقس. طيب الطقس كل نص ساعة بيتغير، معقول أنت كل شوي بدك تفوت على التطبيق تبعك اللي أنت مصممه أو عامله أو مبرمجه، كل نص ساعة بدك تروح تقعد هيك مثل الرجل الآلي قدام التلفزيون تشوف الطقس، لما الطقس تغير بدك تروح تغيره أنت ببرنامجك وتروح ترفعه على جوجل بلاي وما بعرف شو؟ لا أكيد لا. ففي شيء اسمه API للطقس، حلو، في API مجاني للطقس تاخده أنت وبتستخدمه بقلب تطبيقك، بحيث كل ما الطقس تغير بهذا الـ API أنت بتغير عندك بالتطبيق. ما مثل ما في للطقس، في لأسعار العملات، في أوقات الصلاة، في للكرة القدم، للنتائج المباريات المباشرة، في API للفيسبوك، في API لتويتر، في للجوجل، في API للجوجل ماب مشان يجيب لك خرائط جوجل. يعني هالشركات هاي عم تعطيك الـ API تبعها، عم تعطيك برنامج اللي تحطه انت ضمن برنامجك. طبعا الـ API في كتير API مدفوعات تدفع لهم شهريا سنويا، في منهم بيعطوك فترة مجانية شهر شهرين، في منهم مجانيات تماما، في منهم بيعطوك مشهر شهرين، ممكن يعطوك مجانية قد ما بدك، ولكن إنه أنت طالما تطبيقك بقلبه 100 مستخدم أو 100 واحد عم بيشوف الطقس يوميا فأنت مجانا، بس زاد عن هيك راح يوقف عندك لحتى تدفع ليشتغل. وهكذا هي أي يعني الـ API بشكل مبسط. البولين أو البول اللي هي هاي، التعبير المنطقي عنها اللي هي باختصار إيه أو لا، yes أو no، false أو true بالإنجليزي. هاي اسمها تعبير منطقي، مثل إن شوي لما عملكن and والor والنوت، هدول اسمهم تعابير منطقية. رح ناخد عنهم درس كامل لأني هن بدهم شرح مثل العادة. هلا حمر علي عشان نعرف البول أو البولين، هي يا إيه يا لا، يا إيه يا لا، ما فيها خيار ثالث، يا صح يا غلط. البج تقروا كتير هالمصطلحات، بجز بجز، البج هو الخطأ، معناتها بالإنجليزي هي حشرة، بس باللغة البرمجة
هاي البجز يعني انت عندك خطأ، في بيطلع لك عدد اخطاء بعد ما تشغل برنامجك، بيقول لك والله عندك 200 باجز، يحدد لك اياهم باشارات حمراء انهم في خطأ. تشير معناتها حرف، حرف فقط لا غير، يعني حرف واحد، يعني بيحجز مكان واحد بالذاكرة. كان حرف الآ أو رقم واحد أو إشارة الدولار أو حرف الإكس الصغير أو حرف الواي الكبير، هيك يعني هي راح يحجز حرف واحد بالذاكرة تبع البرنامج. الأوبجكت، أوبجكت معناته باللغة شيء. الأوبجكت بالبرمجة هو عبارة عن عدد من المتغيرات أو الثوابت، variable يعني أو concept، بتحسن تعالجها بشكل كامل، يعني بتحسن تعملها كلها معا، تتغير كلياتها مع بعض. ممكن تكون أشياء تظهر على الشاشة، أي شيء معين نسميهم object، نحطهم ضمن شيء اسمه object. هلا ال OOP، ال OOP هي طريقة لأنه نحن نكتب الكود تبعنا بشكل نظيف. كيف يعني نظيف؟ يعني يكون مثلا أنا عم بعرف variable معين لسيارة، سيارة اسمها كار، فما بيجي أنا بسمي هالأوبجكت هاد الفاريبل هاد اللي عندي بسميه والله حرف السي أو حرف الإي أو رقم واحد، لا بسميها كار. ليش؟ مشان أنا أعرف شو عم بصير، وإذا حدا غيري فتح برنامجي يعرف شو عم بصير، أو إذا عم ببحث عن مشكلة معينة يعرف وينها، ويعرف إنه أنا هذا البركود مكتوب من شخص فهمان وعرفان شو عم يكتب. يعني منعرف كل شيء باسمه، وراح نحكي عليه أكتر بكتير للأوبي. الشيء اللي بعده اللي هو الكلاس، الكلاس شيء قريب على الأوبجكت، كمان إلى درس لحاله راح نحكي عليها، شيء قريب على الأوبجكت وداخل ضمن الأوبي. هلا عندنا الكونديشنالز أو العبارات الشرطية أو الكونديشن الشرط. العبارات الشرطية مثل اللغة العربية تماما يا شباب، إذا كذا اعمل كذا، إذا ما كذا اعمل كذا، بينما كذا يعني طالما أو وايل، طالما هالواحد تساوي واحد أنت ضل عم تطبع لي صح 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 صح، بس صارت واحد تساوي اثنين اطلع من البرنامج او اكتب لي غلط. هاي اسمها الكونديشنالز، العبارات الشرطية موجودة، طبعا هدول كلهم موجودين بكل لغات البرمجة، انا ما عم بحكي بس على سي بلس بلس. والعبارات الشرطية من اهم شغلات بالبرمجة اساسا، اذا بتفكر شوي بالبرمجة كلها عبارات شرطية، شو ما كنت انت عم تعمل او عم تصمم او عم تعمل او عم تبرمج عفوا، فانت كله عم تقول له اذا كذا اعمل كذا، اذا المستخدم دخل اسم المستخدم صح فوتوا على صفحته، اذا المستخدم دخل اسمه غلط خده على صفحة طالع له اشارة انه انت غلط، اذا المستخدم كبس على هذا الزر خده على الصفحة اللي بعدها، اذا المستخدم اختار هاي الشغلة بده يضيفها على سلة المشتريات تبعته فخدها انت عشرة مشتريات. كل البرمجة كونديشن، كلها عبارات شرطية، كمان رح ناخد اكتر من درس عن الكونديشن اكيد. الكونستانت معناتها ثوابت، كيف يعني ثوابت؟ يعني اذا انت دخلت قيمة لفيربل معين لمتغير، متغير اسمه متغير يعني قيمته بتتغير،
بس انت اذا دخلت له قيمة وكتبت قبله كلمة كونسيت، فانت عملته ثابت، يعني قيمته بتضل ثابتة بهالبرنامج، شو ما تشقلب شو ما عمل شو ما صار، قيمته ثابتة ما بتتغير. الأري هي المصفوفة، المصفوفة هي مجموعة من المتغيرات مرتبة بشكل أفقي أو بشكل عمودي أو بشكل مربع. في المصفوفة إلى عدة أنواع: مربعة، واحدية، عمودية، أفقية. المهم، هل مصفوفة بقلبها متغيرات أو قيم؟ نحسن نمشي عليها واحد ورا الثاني، كمان رح نحكي عليها كتير. اللوب، اللوب هي الحلقة، واللوب مهمة كمان مثل الكونديشن تماما بكل لغات البرمجة. الحلقة اللي هي أنا عندي شيء معين بدي إياه يتكرر، وهذا الشيء كتير موجود بالبرمجة. عندي شيء معين بدي إياه يتكرر، يضل عم يتكرر يضل عم يتكرر لحتى يخلص عمله، يطلع البرنامج منه للشيء التاني. وفي عندك كمان endless loop اللي هي الحلقات اللانهائية اللي بتضل عم تتكرر، لا ما لها شرط للوقوف. كمان اللوب حناخد أنواعها كلها وبدها دروس كتير. ما أنا صعبة يا شباب، مشان ما نخوفكم، بس هي أساسيات، الأساسيات لازم تركزوا عليها. يعني الأساسيات أهم شيء بالبرمجة، إذا أخذت أساسيات غلط أو ما ركزت على الأساسيات، كل شيء بعده كب. حتى لو تعلمت، حتى لو صرت مبرمج، حتى لو صرت تعمل تطبيقات لحالك أو تعمل مواقع لحالك، إذا أساسياتك غلط رح تضل حاس حالك ناقصك شيء أو ما أنك فهمان، حتى لو بينت إنك فهمان قدام العالم. الأخيرة اللي هي النل. النل يا شباب معناتها إني ما له قيمة، يعني ما أنا صفر. النل هي لا شيء أو ما أنا موجود، يعني قيمته ما له قيمة على الإطلاق. إنه هذا الشيء نل يعني ما له قيمة، مو بس حتى قيمته صفر، لا ما له قيمة أبدا. كمان حنشوف كيف راح يطلع لنا بكذا شغلة. هدول كمان مصطلحات البرمجية بأساسيات البرمجة، كمان لازم تشوفون تراجعون تبحثوا عنهم بالنت. شباب ما في أي مشكلة بأنك تبحث عن شيء بالنت، حتى أنا ومبرمجين كتير وكبار كتير بيرجعوا للبحث بكل شيء. مو المهم انك تبحث عن، المهم تعرف على شو بدك تبحث. فهمتوا علي؟ لما انت بتصادفك مشكلة وانت عم تكتب الكود تبعك او البرنامج تبعك، انا بيصادفني 1000 مشكلة ومخي مانو هل حافظ الحل كله او حافظ لغات البرمجة كلها، ولا حتى لغة واحدة ماني حافظة كلها. لغات ضخمة، لغات البرمجة مثل لغات التكلم، مثل اللغة التركية، اللغة الفرنسية، اللغة الإنجليزية. معقول أنت هلا أنت لغتك الأم عربية مثلا، تعرف كل اللغات العربية ومع ذلك لهلا بتكتشف لغات كلمات عربية أول مرة بتسمعها ما بتعرف معناها. بلغات البرمجة نفس الشيء، أنت عم تتعلم إنجليزي، فمعقول أنت ختمت الإنجليزي؟ أكيد لا، ولا راح تختمه بحياتك. حتى لو درست إنجليزي 5 سنين و4 سنين ما راح تختمه، لأن أنت لغتك الأم أساسا ما أنا خاتم. الفرق إنه أنا لغة البرمجة ماني مضطر أحفظها ولا أني مضطر أختمها. المهم إني يفهمها، إني أعرف لما يطلع لي غلط أعرف أنا وين أبحث أو عن شو أبحث أو شو أكتب بالبحث تبع جوجل مشان ألاقي حل لمشكلتي. بس لقيت حل بحل مشكلتي أنا، المهم حليت المشكلة. ما المهم إني أنا حافظ الحل أو إني بحثت عنه، المهم إني حليته. حتى لو اشتغلت بشركات وشو ما عملته،
ما انه عيب ابدا تبحث عن حل مشكلتك بالجوجل، حتى لو كانت مشكلتك تافهه وبسيطه وانت بتعرف انها هي بسيطه، بس يا اخي ما مخك لا ما انه حاضر لحلها، ما انك حافظ الحل تبعه. ما في مشكله بروب بحث عن حلها، ممكن انسخ الحل والصقه. ماني مضطر انا احفظ، يعني ماني مضطر اني اشغل مخي لاني احفظ شيء موجود على النت، موجود على جوجل. المهم أنا أعرف أوظف هالأشياء هاي لأبني شيء أنا بدي إياه. يعني إحنا ما لنا جامعة ولا لنا مدرسة، ما لنا فحص آخر السنة مشان نحفظ بصم، اللي هو هاد غلط الجامعات والمدارس. فهي الفكرة لازم تفهموها كتير منيح، وأساسيات مهمة لازم تركزوا على الأساسيات، تبحثوا عنها أكثر. وإذا عندكم فضاء شوفوا دورات عن الألجوريزم وعن داتا ستراكشر، في شيء اسمه داتا ستراكشر وفي شيء اسمه ألجوريزم. هذول من الأساسيات. اللي بده يتعلم مثلا برمجة من الصفر للصفر، بيعطوه أول شيء ألجوريزم وداتا ستراكشر مشان يفهم هاي المصطلحات اللي حكيتها هلأ، وبعدين بيعطوا سي بلس بلس. يعني سي بلس بلس مثل ما حكينا الدرس الماضي هي من بدايات لغات البرمجة، وتعتبر من أسهل لغات البرمجة. خلينا نرجع على برنامجنا الكاتبين. إذا هذا اسمه السينتكس، يعني شكل اللغة، شكل كتابة اللغة عندي، لغة السي بلس بلس. هلا راح نحكي عن الاوتبوت بالسي بلس بلس. هذا الشيء هون اسمه اوتبوت، يعني هذا الشيء طالع لي نتيجة. انا السي بلس بلس عرضت لي النتيجة على السي ام دي، هذا تبع الاوامر بويندوز. ممكن عرضت لي على الشاشة، ممكن انا اعرضه على تطبيق، ممكن اعرضه على موقع. المهم هذا اسمه اوتبوت، هذا خرج انا كمستخدم شايفه، انت كمبرمج شايف هاي، بس انا كمستخدم كعميل شايف هاي الكلمة اللي انت قلت لي طالعة. يعني انت عملت كل هدول مشان تطلع لي هاي الكلمة. حنحكي هلا على الاوتبوت بالسي بلس بلس. اذا انا جيت كتبت هون اوتبوت تاني، بيكتب لي كلام تاني. طبعا شغلة يا شباب، هدول اسمهم دبل كوتيشن، شوي أخذناهم بكل لغات البرمجة، بس شفت هدول معناتها اللي جواته نص. يعني هلا أنا هون كتبت سي أوت، هاي ما طلعت ليش؟ لأني هاي تعليمة، تعليمة الطباعة أو الإخراج بالسي بلس بلس. هون كتبت سي أوت فراح يطلع لي إياها مكتوبة، لأني هي ضمن هدول. حتى إذا بتلاحظوا هون ملونة بأزرق. وبكل لغات البرمجة كل شيء ضمن الدبل كوتيشن فهو هيكون خرج. ثواني جايكم.
إذا تمام يا شباب، هلا أنا هون بالبرنامج حطيت له سي أوت سي أوت، أعطيه تشغيل. لاحظ حيطلع بالشكل التالي: Hello World سي أوت. أول شغلة تعلمناها إنه هو طبعة لزق فيها. طب ليش لزق فيها؟ يعني نحن هيك السي أوت هيك خرج عنا بالسي بلس بلس. فرح نتعلم شوية تعليمات لحتى يحط فراغ أو لحتى ينزل سطر جديد. بنضيف السلاش باك ان، مظبوط، كيف؟ بنضيف السلاش باك ان. يا عين عليك. بالسي بلس بلس إذا بدنا ننزل لسطر جديد بنضيف هالتعليمة هاي الصغيرة هاي. نرجع نشغل برنامجنا، نطفيه من هون ونشغله. عفوا لازم نحطه ضمن النص تبعي. هنلاقي الشكل التالي انه هو هي معناتها نيو لاين، شارحة نفسها انه نزيل سطر جديد. هيك انا عامله نزيل سطر جديد، حطيت وحدة تانية راح ينزل سطرين. لاحظوا صارت المسافة، نزل سطر لهون ونزل سطر لهون وكتب السي اوت اللي بعدها. إذا أنا هون بالنص البرمجي الكتابة هون شكل والخرج شكل تاني. هذا الفرق بين المبرمج والشخص العادي، لو أنت بتعرف كيف تنزل، تعرف كيف تمشي، كيف تكتب كودك. في عنا شيء غير الـ N، النيو لاين. طبعا نحن بنستخدم نيو لاين أسرع وأفضل، بس نحن اللي علينا نعطيكم كل شيء. في شيء هون عنا اسمه إند لاين، إنه الخط انتهى. نعمل هدول نكتب إند لاين، هاي التعليمة هاي لا أكثر ولا أقل. نعطيه run and build، هيفتح نلاقي إنه هو فهم خلص السطر، اجى على التعليم اللي بعده حطه بسطر جديد لحاله. طيب أنا بدي أحط السي أوت هاي بعد مرحلة معينة بلا هاي. مثلا بدي اكتب هلو وورد فراغ سي اوت، شو بساوي؟ كل ما هنالك بيجي هون بحط فراغ. الفراغ نحن كمبرمجين الفراغ اخذ خانة، يعني يعتبر فراغ صح ما انه منشأ بس هو يعتبر فراغ. فلما حاطيرا حلاقيه حط لي فراغ بين الهلو وورد وبين كلمة سي اوت اللي انا كاتبها هون. طيب انا بدي فراغ كبير اللي هو التاب، لو بتكتبوا على الوورد لما تكبسوا تاب بينتقل 5 فراغات بشكل أفقي. فبعمل له سلاش تبع الان وبحط له تي، هاي اختصار للتاب. فراح يطلع الشكل بالشكل التالي: 1 2 3 4 5، 5 فراغات اللي هي كرسي في التاب. جربوا افتحوا منكم مستند نصي، اكتبوا كلمة وحطوا بعدها تاب بتلاقوا لحاله زاح 5 فراغات لتكتبوا الكلمة اللي بعدها. طيب بدك تقول لي انا بدي احط براكت، انا عفوا بدي احط سلاش بقلب النص. اذا اعطيته رن راح يعطيني خطأ. ليش؟ لأن هو بعد سلاش بده يا ان يا تي.
فأنا بس أنا عم بكتب نص بدي أحط فيه سلاش، شو بساوي؟ بسيطة، بحط سلاش تاني بعده، بعطيه رن، لاقيه كتب لي الشكل التالي، كتب لي سلاش. طيب إذا أنا بدي أحط دبل كوتيشن، أنا عم بكتب نص معين طويل، ضمن النص بدي أعلم كلمة بدبل كوتيشن مشان تبين إنه هي اقتباس. إذا حطيت دبل كوتيشن هون راح يعطيني خطأ، شايفين؟ أعطاني أحمر، أعطاني خطأ. فأنا بحط له قبل الدبل كوتيشن هاي بعطيه سلاش وبعدها دبل كوتيشن، فهو هلا فهم إنه أنا بدي أحط هون دبل كوتيشن، فبتطلع معي الشكل التالي. إذن يا شباب، هاي الأوتبوت بالسي بلس بلس، بسيط جدا. كل شي تعلمنا بالأوتبوت حنعيده، هو تعليمة السي أوت، هي تعليمة الإخراج على الشاشة. عرفنا كيف ننزل سطر عن طريق نيو لاين أو تعليمة إند لاين إند إل. الأكثر استخدام هي سلاش ان، اللي هي بتنزل سطر جديد. تعلمنا كيف نحط فراغ، وكيف إنه الفراغ بلغة البرمجة هو موجود وبياخد حيز بالذاكرة، يعني هو حرف مثله مثل حرف الدي اللي قبله. عرفنا كيف نحط تاب مسافة 5 فراغات، وعرفنا كيف إذا بدنا نضيف ضمن النص سلاش أو بدنا نضيف كوتيشن. هاد كل شي بخص الأوتبوت باللغة البرمجة. هنحكي هلا قبل ما خلص درسنا عن شي اسمه الكومنت. الكومنت تعليق، مثل الكومنت تبع الفيس، اللي هو هيك معناته باللغة تعليق، بلغة العربي تعليق، إنه أنا بدي أعلق على كلامك، أنا بدي أضيف شي على كلامك، هيك معناته بالعربي. بالبرمجة إله نفس المعنى تماما. طيب أنا هاي الهلو وورد، عفرض أنا كاتب برنامج ضخم بقلبه 1000 سطر، وأنا مثلا عامل بهالبرنامج زرار، زر رجوع، زر التالي، زر الحفظ، حاطط زر مسميه forget password، إنه أنت يا مستخدم نسيت كلمة السر ضغط على هالزر. فأنا خلصت مشروعي وسلمته وكذا، وبعد سنة إجا مبرمج غيري فتحه، بده يقعد يدور هاي الساعة ليدور عليها، تماما ساعة ليلاقيها. فأنا ببساطة شديدة بحط كومنتات للي عم يقرأ الكود، إن كان أنا للمبرمج اللي بعدي أو لحالي أنا بذات نفسي، لأني بعد سنة راح أنسى هالبرنامج، حتى اللي أنا كاتبه راح أنساه. فكتير منيح إنه أنت تحط كومنتات. كل لغات البرمجة فيها كومنت، كل لغة برمجة إلى طريقة لكتابة الكومنت. بال سي بلس بلس بس ضفت هدول تو سلاش تو سلاش، لاحظين صار لون رمادي. كل شي مكتوب بعدون ما راح يقرأ الكومبايلر، يعني ما راح يفهمه البرنامج ولا راح يمر عليه أساسا. اللي مكتوب بعدون هو مشانك أنت، مو مشان المستخدم، لأني كمان ما راح يظهروا للمستخدم، هدول بيظهروا للمبرمج. مثلا سي اوت يوزد تو برنت ستريم تو برنت ان ذا سكرين مثلا. قلت له، عمل له انه هاي السي اوت بستخدمها مشان انا اطبع على الشاشة. هاي هي الكومنت بالسي بلس بلس. في شيء تاني للكومنت، استخدام تاني وهو استخدام كتير مهم، بكرة لما بتعمقوا بالبرمجة بتستخدموه انتو اكتر من انه تكتبوا هيك كومنتات. مثلا انت عامل برنامج كامل وفيه 1000 صفحة وميتين الف صفحة، اللي هو عفوا 200 الف سطر، فانت
أعطيت برنامجك للي طالبه منك، جاء قال لك والله القسم هاد أو هالصفحة هاي كلها ما لازمة، حاليا ما لازمة، ممكن تلزمني مع الأيام، فأنت شل لي إياها من البرنامج. فأنت معقول كاتب برنامجك متعذب وكاتب ما بعرف شو، تيجي تروح تحذفه؟ لا، تعمله كومنت. احنا مثل ما اتفقنا انه الكومنت ما بيشوفه الكومبايلر، يعني ما بيبرمجه، اللغة ما بتفهمه، ما بتشوفه ابدا، ما بتفهمه، ما بتمر عليه. فانت بتجي بتحط نجمة، تحط عفوا سلاش نجمة، لاحظ كيف صار كل شيء بعده هيك. انا لهالقسم هاد ما بدي، بدي اخليه هيك، ببلش سلاش نجمة وبكتب نجمة سلاش، كل شيء ضمنه هون صار كومنت. إذا هالقسم أنا أول شغلة ما حذفته، حلو. تاني شغلة الكومبايلر كله ما شافه، يعني ما راح يترجمه ولا راح يحوله من لغة لا شيء تاني، ولا راح ياخد عندي حجم بالذاكرة، ولا راح يتقل البرنامج تبعي. كمان أنا هيك استفدت إني أنا حفظته، يعني خليته بمحله بس مخفي، بحيث مع الأيام إجا قال لي والله الزبون يا الصفحة بتتذكر هديك اللي حذفناها، يا ريت نرجعها كذا. ببساطة بتعمل له هيك، بتحول الكومنت لبرنامج نظامي، ما فيها أي مشكلة. فهي أهم استخدامين للكومنت، أو هدول الاستخدامين الوحيدات. هاي طريقة كتابتهم بالسي بلس بلس، بباقي اللغات في طرق تانية ولكن نفس المبدأ تماما. يعني باللغات التانية ما بتحط سلاش سلاش، بتحط نجمتين، في لغات بتحط نجمة سلاش أو بتحط سلاش داش هيك. بشكل عام بكل لغات البرمجة تقريبا السلاش سلاش ورا بعض هن لكتابة سطر من الكومنت، أما مشان تفتح كومنت كبير مثل اللي فتحناه من شوي بسلاش ونجمة، هاي اللي بتختلف من لغة للغة. لهون أمور تمام إن شاء الله، الله يعطيكم العافية. بتمنى تنزلوا تكتبوا بإيدكم هدول اللي كتبناهم، تراجعوا الدرس. الدرس الجاي رح ناخد الفايربلز اللي هي أهم شيء، والأنبوت والداتا تايب إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، تصبحوا على يعطيك خير. العافية أستاذ، لك الخير. الله يعافيكم إن شاء الله.